أكدت الصين أن الوضع مستقر عند حدودها مع الهند بعدما ذكرت مصادر هندية بأن مواجهة اندلعت بين جيشي البلدين عند حدودهما المتنازع عليها في الهملايا الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر هندية أن الحادث الذي وقع في 9 من كانون الأول وعقب مناورات عسكرية هندية أمريكية مشتركة قرب الحدود تسببت بإصابات طفيفة لعدد من عناصر الجانبين. واقترب جنود صينيون من منطقة على مقربة من خط السيطرة الفعلية الحدود بحكم الأمر الواقع، حيث يتعين على أي من الجانبين ألا يسير دوريات وفق المتفق عليه بحسب ما ذكرت المصادر. لكن الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين لم يعلق على الاشتباكات المفترضة الثلاثاء، وقال للصحفيين: على حد فهمنا فإن الوضع الحدودي بين الصين والهند مستقر بالمجمل، مضيفا أن الطرفين حافظا على حوار من دون عراقيل بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية. كنترول پر اتکرمن کر اسٹیٹس کو کو ایک طرفہ بدلنے کا پریاس کیا چائنا کے اس پریاس کا ہماری سینا نے درڑھتا کے ساتھ سامنا کیا ہے ادھیکش مہودے اور اس فیس آف میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے بھارتی سینا نے بہادری سے پی ایل اے کو ہماری ٹیریٹری میں اتکرمن کرنے سے روکا اور انہیں ان کی پوسٹ پر واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا ادھیکش مہودے 方同中方相向而行，认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守双方签署的有关协议协定精神，共同维护中印边境。